السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتناول المنهج السيميائي، ولعل المنهج السيميائي من أدق المناهج الحدثية، مع أنه منهج يستقي نفسه من المناهج الأخرى السابقة له في الأسلوبية، في البنيوية، في المنهج الجمالي، في المناهج الأخرى، في الكثير من البدايات أو الإرهاصات لهذا المنهج اللي بيهتم بالعناوين والدلالات والسيميائية والسيمة اللي بتميز كل عمل أدبي، وحنبين المخارج والأسباب في هذه الحلقة من الحديث عن السيميائية. بالنسبة للسيميائية كمفهوم، هي تم أخذها طبعا برضو استوردناه من الغرب، وكان معنى السيميائي حتى لو هو موجود عند العرب طبعا، اللي حكوا عن السيمة وحكوا عن العلامة وحكوا عن غيرها وحكوا وانتبهوا للعناوين وانتبهوا لدلالة العنوان على الهاي، وكانوا حتى في إذا كانوا يوضعوا بعض العناوين حتى في الجاهلية كانت تعرف القصيدة مثلا بالسينية، بمية الهاي، سينية البحتري، غيرها، بناء على القافية. كان عندهم دلالة معينة لوضع العنوان، والإيمان بأنه كل شيء له عنوان، كان يعرف مطلع القصيدة، تعرف القصيدة مطلعها بشكل عام. السيميائية هنا جزءت مفهوم أكبر طبعا عند الغرب، وأخذت أشكال كبيرة، وأخذت تتسع في ضم العلامات والعلاقات في النصوص تحليلها. طبعا من التراجم لهذا المنهج السيميائية أو السيميوتيقية أو السيميولوجيا، وعناوين كتير حسب كل مصطلحات كتير حسب كل من استوردها أو من عربها عن الأجنبي. السيميائية أو علم العلامات، علم يدرس أنساق العلامات والأدلة والرموز سواء كانت طبيعية أو صناعية، وتعرف أنه علم هذه العلامات التي إما يضعها الإنسان اصطلاحا عن طريق اختراعها واصطناعها والاتفاق مع أخيه الإنسان على دلتها ومقاصدها، مثل اللغة الإنسانية ولغة إشارات المرور، أو أن الطبيعي التي أفرزتها بشكل عفوي وفطري لدخل الإنسان في ذلك، كأصوات الحيوانات وأصوات عناصر الطبيعة المحاكيات الدالة، أو التوجع، التعجب، الألم، الصراخ وغيرها. هذه كلها موجودة في النص أو العمل الأدبي، بتهتم فيها السيمولوجيا بحسب موقعها وسياقها ودلالتها العميقة اللي وبتأولها في حدود الرؤية اللي هي بتجدها. مستويات السيميائية، تقوم السيموتيقية في ثلاث مستويات، هي تحليل محايث وتحليل بنيوي وتحليل الخطاب. بالنسبة للتحليل المحايث، فهو يقصد به البحث عن الشروط الداخلية المتحكمة في تكوين الدلالة، وإقصاء كل ما هو إحالي خارجي كظروف النص والمؤلف وإفرازات الواقع الجدلية وعليه. فالمعنى يجب أن ينظر إلى النص على أنه أثر ناتج عن شبكة من العلاقات الرابطة بين العناصر. هذا المفهوم اللي أجا في موت المؤلف، يعني أنه إحنا بنبحث ونغلق النص، اللي هو بيشبه رأي البنيوية، أنه إحنا بنبحث عن علاقات والدلالات واللغة في نفسها في النص الأدبي بعيدا عن أي عوامل خارجية أخرى. تمام؟ في التحليل البنيوي، من اسمه طبعا هيكون فيه نفس المنطلق السابق، أنه يكتسل معنى وجوده بالاختلاف وفي الاختلاف، ومن ثم فإن إدراك معنى الأقوال والنصوص يفترض وجوده كنظام مبني على مجموعة من العلاقات، وهذا بدوره يؤدي إلى بناء إلى التسليم أنه عناصر النص لا دلالة لها إلا عبر شبكة من العلاقات القائمة بينها في النص، ولذا يجب أن لا نهتم إلا بالعناصر التي تبلور نسق الاختلاف والتشكلات المتآلفة والمختلفة. كما يستوجب التحليل البنيوي والدراسة الوصفية الداخلية للنص ومقاربة شكل المضمون وبناءه الهيكلية والمعمارية، يعني بعد ما نحلل كل البنى الداخلية كمان بدنا نحلل طبيعة اللي هي يعني كيف كانت المقاربة الشكل بالنسبة للمعمار المضمون، المضمون والمعمار المضمون والشكل كيف توالفوا مع بعض. وهذا طبعا تحليل بنيوي برضو بيرفض التأويلات الخارجية وبنقدم موت المؤلف. بالنسبة لتحليل الخطاب، فبنقول إن السينات البنيوية بكل مدارسها واتجاهاتها اللي ظهرت عن البنيوية تهتم بدراسة الجملة انطلاقا من مجموعة من المستويات المنهجية، حيث تبدأ بأصغر وحدة في الصوت لتنتقل إلى أكبر وحدة لغوية وهي الجملة، والعكس صحيح أيضا. فإن السيموتيقية تتجاوز الجملة إلى تحليل الخطاب. كيف يعني؟ إحنا بنحل كل ما في الخطاب، بنحل الخطاب كمان بشكل عام، نتعامل مع الخطاب كأنه علامة وكل ما فيه علامات تنطلق منه وإليه.
هلا بالنسبة نتحدث عن التحليل السيميائي، في دراسة الأعمال السردية سيميائيا يمكن الحديث عن بنيتين، البنية السطحية والبنية العميقة. كيف هاي بيصير؟ إنه زي لسانيات نعومة الشمس، كيف في بيكون عندنا في بنية ظاهرة بشكل رئيسي، هذه مش إحنا اللي بنتعامل معها، إحنا بنتعامل مع البنية العميقة المتخفية. هنا بتصير تأويل العلامة أو تأويل الإشارة أو السيميائية. لكن إنه مثلاً روح نأول العنوان كما هو مبين أو بشكل مباشر، فهذا كثير إنه غالباً حيحقق يعني علامة غير مضبوطة أو تحليلها مش حيكون في مكانه. فلازم التعمق في البنية العميقة زي لسانيات نعومة شيمسكي على المستوى السطحي، يدرس المركب السردي الذي يحدد تعاقب وتسلسل الحالات والتحولات السردية، بينما يحدد المركب الخطابي في النص تسلسل أشكال المعنى وتأثيراتها. طبعا في الحديث عن المربع السيميائي اللي هو جريماس، حكى عنه جريماس أو كريماس، المولد المنطق والدلال الحقيقي لكل التمظهرات السردية السطحية عبر عمليات ذهنية ومنطقية ودلالية يتحكم فيها التضاد والتناقض أو الاستلزام. مربع جريماس حيكون من الأمور اللي كتير هتكون معقدة بالنسبة للطلاب اللي درستها، وحيحسوا بكتير تعب في فهمها، لأنه بيعتبر إنه إحنا بنرسم مربع بيكون عندنا شرطة بالنص اللي بتدل على العكسي، وخلال وأضلاع المربع هيكون تحمل هاي الأسماء تحت التناقض، يعني الدلالة وعكسها وغيرها، واللي بتودي اللي بتعطينا التأويل الاستلزامي أو الحواري أو التناقض أو التضامن من خلال هذا المربع، وهو إحنا بنشجع نبعد عنه نفهم بشكل عام. وحاليا السيميائية بكل إشاراتها الأولية. في الشعر يتم تحليل النص من خلال مستويات بنيوية تراعي أدبية الجنس الأدبي كالمستوى الصوتي والصرفي والمستوى الدلالي والمستوى التركيبي بشقيه النحوي والبلاغي والمستوى التناصي. يعني زي ما الأسلوبية والبنيوية بدرسوا المستويات اللغة كلها، كمان السيميائية بتدرس هذه الجوانب كلها، ولكن برؤية أخرى، برؤية العلامات، برؤية إنه إحنا بنشوف في كل مستوى وين العلامة الدالة على اللي بتكون عبارة عن بنى عميقة نفهم منها النص ونستدعيه. يعني مثلا في المستوى التناص ناخد منه الأمور اللي بتتأول بطريقة إنها تبين علامات، يعني مش هنرجع لتحليل نفسه، لأ، في كل منهج هناك ما يميزه. فالمنهج السيميائي بتعامل مع هاي الأمور على إنها دلالات وعلامات فقط. بالنسبة في المسرح يتم دراسته بالتركيز على العلامات المسرحية اللغوية والعلامات غير اللغوية، وتعبير آخر يدرس المسرح عبر تفكيره كالعلامات المنطوقة زي الحوار والتواصل اللغوي بصراعي الدرامي والشخصيات والعوامل الدرامية، والعوامل إيش اللي هي العلامات البصرية، السينوغرافيا، التواصل، الديكور، ركح الإنارة، الأزياء. كل هاي الأمور بتكون ضمن الدراسة السيميائية، كلها إلها علاقة، كلها إلها علامة، كلها شجعت، كلها، لأنه إحنا بنتعامل مع العمل بشكل كامل كما سبق أن تحدثنا، يعني بداية من الجملة إلى آخره، وكمان كعمل بشكل عام بكل جزيئاته. أهمية دراسة العلامات في النص، نجاوز رونالد بارت اللي هو أحد أهم اللي تحدث عن السيميائية، وكان بالبداية تحدث عن البنيوية، وضع تصور وظيفي وظيفتي العلامات والمقصدية، وأكد وجود أنساقين لفظية حيث التواصل غير إرادي، مؤكدا أن الأشياء تحمل دلالات غير أنه ما كان لها أن تكون أنساقا سيميولوجية أو أنساقا دالة لولا تدخل اللغة ولولا امتزاجها باللغة، فهي إذن تكتسب صفات النساق السيميولوجي. Thank you.